فترة الصيف كل الشباب والصبايا بيتجهوا للرياضة وللنوادي، يعني على اعتبار أنه أكيد حيكون صار في تفاقم خلال فترة الشتوية، وطبعا الغالبية عم بيكونوا بحاجة لإنقاص وزنهم، وهالشي ما بيصير من خلال الرياضة فقط أو بشكل عشوائي، فلازم التغذية الصحية والصحيحة ترافق الرياضة لحتى يحصل الشاب أو الصبية على الجسم اللي بيتمنوه. لهيك في أساسيات بالتغذية وفي نصائح مهمة لازم يتبعوها، وطبعا خبرنا عنها الكوتش واختصاصي التغذية عماد شماع. أنا الكوتش عماد شماع، مدرب رياضة كمال الأجسام وخبير تغذية رياضية، حاصل على شهادات تدريب وتحكيم من اتحاد الرياضي السوري، ومشارك بعدة بطولات محلية منها بطولة سيد الشاطئ، بطولة سيد الكون اللي أقيمت بسوريا السنة الماضية، وحاليا مدرب رياضة كمال الأجسام. النظام الغذائي هو أساس عملية نزول الوزن أو زيادة الوزن بالنسبة للشخص الرياضي، يعني إحنا عنا الرياضة لحالة أبداً ما بتساعدنا إذا ما في نظام غذائي متوازن مع الرياضة، فدائماً النظام الغذائي هو أهم من الرياضة قولاً واحداً، وعنا عوامل تانية بتساعد بس النظام الغذائي هو رقم واحد بعملية النزول أو صعود الوزن للشخص النحيف اللي بيزيد وزنه أو اللي عنده زيادة وزن بده ينزل وزنه، فهذا الشيء أساسي. احنا بحالة اذا ما كان في تغيير على الميزان فهذا الشيء احنا ما بهمنا زياده، لانه بكون في وقتها احنا عم بنزل الفات، عم تنزل الدهون، بس عم بيصير في زياده بالكتله العضليه، فعلى الميزان ما حيبين معنا الفرق، فنحن بهمنا قياس الخصر وقياس الورك مثلا، قياس الظهر والايدين، هذول الشغلات بهمونا اكثر، فنحن لما تكون الصبيه ملتزمه بكميه السعرات الحراريه اليوميه اللي مناسبه لجسمها وملتزمه بالرياضه فهون نحن رح نلاقي نتيجة، أما بهاي الحالة إذا ما كانت عم تلاقي نتيجة بعد فترة شهر أو شهرين، في هون بكون في عنا عدة حالات، إما عندها إجهاد تمرين عالي، عم تقوم بعمليات رياضية أو كارديو كتير زيادة عن حاجتها، فهون الجسم بيعمل بلوك لعملية نزول وزن، أو بيكون الدايت تبعها كتير قاسي، يعني بكون عندها عجز سعرات عالي، فهون الجسم عنده آلية دفاع ذكية، فبس يشوف إنه في عجز كتير بالسعرات الحرارية بصير يحتفظ بالدهون اللي عنده ما بيحرقها، لانه انت ما عم تعطيه اكل لحاجته الطبيعيه، فبصير يخزن باللي عنده ما بيحرقها، بضل محافظ عليها، فهذا السبب الرئيسي، وفي اسباب ثانويه مثل قله النوم يمكن. قله النوم بتعمل خربطه بهرمونات الجسم، هرمونات الغده الدرقيه وهرمونات الغده الكظريه، بحيث انه ما عاد تفرز الهرمونات المسؤوله عن عمليه الايض بالجسم. هاي السبب الرئيسي لعمل عدم نزول الوزن. احنا اذا كان الشاب او الصبيه عم نعمل له البرنامج الغذائي تبعه ومستوفي الكميه اللازمته من البروتين يوميا من الاكل الطبيعي، فاحنا ما في داعي ندخل له ماده خارجيه للبروتين الخارجي البودرة. اما اذا كان عنده نقص بالماده الغذائيه بالبروتين اليومي بالاكل الطبيعي، فهون احنا بحاجه ندخل له كميه خارجيه من البروتين البودرة او السبلمنت الكميات الغذائيه الخارجيه سواء بروتين او حموض امينيه. هاي الحاله الوحيده، اما اذا كان عم يستوفي كميات المطلوبة منه فلا ما في داعي أبداً ندخل مواد خارجية أبداً. بداية نحن بالماضي لما كنا نعمل برنامج غذائي للصبية كنا نركز له في مثلاً إنه فات المكونات الأساسية للمواد الغذائية البروتين الكربوهيدرات والدهون، هاي العناصر الأساسية للمواد الغذائية، فنحن كنا مثلاً بالأول أو البرامج الغذائية القديمة كانت إنه خلاص تركز على البروتين ونخفف جداً الكربوهيدرات ونخفف جداً الدهون، بس نحن هلا اكتشفنا بعد الدراسات الحديثه اخر شيء انه طالما نحن عم نعطي الجسم حاجته اليوميه من السعرات الحراريه المحدده له فهي فيها تاكل اي شيء اللي بدها اياه من ضمن هاي السعرات الحراريه، فانت ما في داعي تعملي دايت حرمان وتكوني محرومه من الشغلات اللي بتحبيها انت كرمال تنزلي وزنك، فلا فرض انت حاجه جسمك اليوميه 1500 سعره حراريه، فانت فيكي تاكلي اي شيء بدك اياه شو ما كان نوعه، سواء سكر حلو اكل فيه دهون، بس ضمن ال 1500 سعره حراريه ومع هيك جسمك رح ينزل، ما عندك اي مشكله. هاي النقطه اللي نحن عم نتبعها هلا، بحيث انه اللاعب او اللاعبه ما تمل من الدايت تقول انه لا خلص ما عاد بدي وتكره الرياضه وتكره الحميه من وراء الحرمان والجوع اللي بصير معه.
كل جسم له معادلة نحسب فيها سعرات حرارية سواء للشاب أو للبنت حسب الطول والعمر والوزن وطبيعة الشغل اللي بيشتغله والنشاط اليومي اللي بيكون فيه. هاي كلها عوامل بتساعد لنحسب السعرات الحرارية اليومية. مثلا حدا عنده شغل مكتبي قاعد طول نهاره غير شخص عنده شغل ميداني عم بيتحرك وبيقوم بيطلع. فهون كمان بنفرق، هاي بنراعي هاي الظروف وبنراعي ظروف هذا الشخص وهذا الشخص. كل حد له حالة خاصة. هل استوفينا جميع الشروط فنحن بنشوف تطور او نزول وزن خلال اول شهر. الجسم ببلش يخسر السوائل اللي محتبسها ومحتفظ فيها، بس حرق الدهون ببين بعد ثالث شهر تقريبا بنشوف خساره الدهون ونزول بقياس الخصر. احنا بهمنا قياس الخصر انه هو مركز تجمع الدهون، فبنشوف ببلش يصغر قياس الخصر، بس نحن من اول شهر على الميزان بنشوف في تطور ونزول بالوزن وخساره وزن. يعني هذا بيكون دافع للاعب او اللاعبه لحتى يقدر يكمل باللي عم ببلش فيه هو. بالنسبه لتوزيع الوجبات هو كثير مهم. ليش؟ نحن بدنا طاقه خلال التمرين، والطاقه بتجي من الاكل الكربوهيدرات اللي فيه نشويات، فنحن بنحاول نكون الوجبه اللي فيها نشويات اكبر كميه اكبر بنخلي قبل التمرين مشان نعطي طاقه للتمرين. وبعد التمرين لازم يكون في عنا شوية نشويات لنعوض مخازن الطاقة اللي صرفناها خلال التمرين. فنحن من وجبات النشويات اللي فيها الكربوهيدرات قبل التمرين وبعد التمرين، بس بنحاول اللي بده ينزل وزنه بنخلي باقي النهار يعني بعد التمرين وقبل التمرين بفترات طويلة خصوصي قبل النوم انه ما يكون في عنا نشويات، كلها بروتين والياف ودهون صحية. هذا افضل توزيع اللي بده ينزل وزنه. اما اللي بده يزيد وزنه بنحاول نزيد كمية الكربوهيدرات بنوزعها خلال وجبات النهار كلياته، انه يعني الكربوهيدرات هي العامل الاساسي رفع الوزن او انقاص الوزن، هي اللي بنتحكم فيها خلال التنشيف او زياده الوزن. هي اهم نقطه بالتوزيع. اهم النصائح للصبي او للشاب، اول شيء الرياضه انه ما له اي بديل عنها. ثاني شيء التزام بنظام غذائي صحي. هلا مو ضروري يكون محسوب وسعرات حراريه وكل شيء، بس نحاول نبعد عن الاكل اللي فيه زيوت مهدرجه، الاكل المقلي اللي فيه طحين ابيض، الاكلات اللي فيها سكر، هاي نحاول نبعد عنها قد ما فينا. نلتزم بالاكل الطبيعي اللي بعيد عن المصنع والمعلب. واللي ما بيقدر يلعب رياضه مثلا او اللي ما عنده هالنص ساعه او 40 دقيقه يوميا، اقل شيء ما يمكن انه يمشي. يعني نحاول يكون في نمط رياضي ونمط صحي يوميا عم نمارسه بحياتنا. واللي ما عنده مثل ما قلت لك هالنص ساعه او يعني يوم اي يوم قبل الاسبوع ما في مشكله، مو ضروري يكون واحد يلعب 3 أو 4 أو 7 أيام او 6 أيام بالاسبوع، 3 أيام كافيه ليقدر يحافظ على لياقته وعلى صحته، لانه بالنهايه افضل استثمار لصحته لقدام للمستقبل لبعد ال60 وال70 سنة هي الرياضه، ما في شيء رح يعينه غير الرياضه. فهي اهم نصيحه للشباب والصبايا.